فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. قناتنا لا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. النهاردة هنعمل تسريحات بمناسبة المدارس، يلا نشوف هنعمل ايه التسريحات. اول حاجة هنجزء الشعر كأننا بنجزأه الخمسة، هناخد اول جزء اللي هو في النص من هنا، ده اول جزء هناخده من الشعر. كده مجيش معي الورق روجي، وبعد كده هنيجي من هنا كده ونروح واخدين الجزء ده كده بالشكل زي ما انتم شايفين، ونبدأ نسرحه كويس. بعد كده نبدأ نعملها ضفيرة، بعد ما نعملها ضفيرة هنجيب استك طبعا زي ده ونروح حاطينه في نهاية الضفيرة من ورا. بعد كده هنبدأ ان احنا نقسم الشعر من هنا لجزئين، هناخد اول جزء كده بسك دي رودي، ومن هنا هناخد نقسمها برضو جزئين. يبقى خدنا جزء من هنا وجزء من هنا شايفين، نيجي بالاستيك اللي احنا حطيناه المره الاولانيه وهنحط برضو نفس الاستيك في قطعتين الشعر اللي احنا خدناهم. طلع له تاني رودي عشان تباني بالشكل ده، وهنيجي من هنا ونروح جايبين الزعروره او الحصان احنا عاملينه كده زي ما انتوا شايفين، هنسيبها. بعد كده هناخد القطعة الأخيرة اللي هي القطعة دي، وناخد القطعة المتبقية برضو من هنا. يبقى ناخد دي مع دي وبنفس الشكل اللي احنا عملناه من شوية في اللي قبلها هنروح عاملينه تاني هنا، ونحاول ان احنا نوسطنها يعني ما تبقاش جايه يمين او شمال. معلش انا صوتي رايح شويه النهارده عشان تعبانه. ونحاول ننزل تحت شويه ونيجي من هنا ونروح عاملينها زي فوق بالظبط، ونبتدي نطلعها كده شويه، ومن هنا برضو نطلع شوية، ونرجع نجيب الحاجة دي كده لقدام ونسرح شعر البنوتة كده لورا. ونرجعها تاني كده لورا بالمنظر زي ما كانت، ودي الضفيرة دي تيجي كده. اخر حاجة بقى هنروح جايبين توكة دي ونحطها بالشكل ده كده، وبكده تكون القصة بتاعتنا خلصت. وده الشكل النهائي للقصة بتاع البنوتة الاولانية، ودي قصة للشعر القصير للمدارس لخروجات تنفع لأي حاجة. هنقسم الشعر نصين في الاول، وبعد كده هنقسمه من كل نص نقسمه الاثنين،
كل جزء هنعمله ضفيره، هعمل المقدمة 4 أجزاء وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما عملت الـ4 ضفاير زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى كل ضفيرة مع التانية، يعني اللي هنا مع اخر واحدة هنا بالشكل ده، ودي هتكون مع دي من قدام. بس لسه هنعمل التقطيع الصغيرة من ورا ونروح ماسكينهم في بعض. بالشكل ده هنجيب دي كده ودي معاها، ونروح حاطين فيها الاستيك وهنجيب دي برضو من هنا كده وهنجيب دي مع دي كده. وده الشكل النهائي للقصة بتاع التبارك. ممكن ندي يعني ممكن تسيبيها كده، وممكن في ناس بتحب ان هي تعملها زي الاطواقيت كده وتثبتها بمشابك، يعني ممكن هي تبقى عاملة زي التقطيع كده وتلميها كده من ورا وتبقى بالشكل ده. يعني ممكن تسيبيها وممكن تكون بالشكل كده وتثبتيها بالدبابيس، وبكده تكون القصة بتاعتنا خلصت بتاع التبرك. كده هنيجي من هنا من النص وهنطلع دي كده، نرجعها كده بعد كده ناخد الجزء ده ونعمله ضفيرة هنعمل الجزء ده ضفيرة وهنعمل الجزء ده ضفيرة ونرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد ما عملت الضفاير زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الضفيرتين دول مع بعض ونعملها باستيك كده، والضفيرتين دول برضو مع بعض كده، كده نظبط الشعر من ورا كده. بعد كده هنبدأ ان احنا نحط الشعر دبابيس زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. الدبابيس اللي انتوا تحبوها حطوها في شعر بناتكم، يعني مش لازم شكل معين تحطوه في الشعر، على حسب ما انتوا تحبوا او يكون عندكم، مش ضروري زي ما انا حاطه انتوا تحطوا. وده الشكل النهائي لشعر هنا، امي هنا فرجي تسريحة.
ودي تسريحه في النهايه ثاني هنا كده كده. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.